نحل واحد القوس ونهضر عليه، وكنتمنى انكم تسمعوني للاخر. الحمد لله، كما كتعرفوا على اسماء بيوتي، من النوع اللي كدير الحملات او المبادرات، الحمد لله بلا مرض بلا تشي حاجه. ديما كنحاول ما امكن انني نمشي عند الناس اللي محتاجين، بارطاجي معاكم هذا الشيء هذا باش كيكون خير. البنات كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ المهم انا كنفيق الصباح بكري، واخا حنا دابا جالسين في ديورنا، واخا ما كنخرجوش، واخا حتى شي حاجه، ما وليداتي كينعسوا في الوقت كيف العاده، كيفيقوا في الوقت، يعني 8 الصباح خصهم يفطروا. كما شفتوا دابا الطواجن ديالي راه صافي موجود، 12 القسم هادي، يعني شويه غيبغيو 12 ونص يتغداو، مخدمه الماكينه، جامعه، داري، كلشي. جيت فيزي للناس اللي عندهم الفلوس وما كيديروش هاد الشيء هذا، كنحاول انني بحال نبين ليهم بان ها شنو خص نديرو، ها شنو خص نديرو، اولا نفكرهم بان كاينين الناس اللي محتاجين، كاينين الناس اللي خاصهم هادي، كاينين الناس اللي خاصهم هادي. في الوقت اللي انا الحمد لله كندير حملات اللي غترجع عليا بالخير، كاين واحد النوع او واحد البعض ديال الناس اللي دايرين حملات عليا انايا. شنو المشكل اولا شنو علاش شنو دارت هاد اسماء بيوتي؟ انا براسي كنتعجب، كما بزاف ديال الناس مساكن دخلوا عندي الخاص وكيسولوني اسماء شنو هي الحاجه اللي درتي باش هاد الحملات لهاد الدرجه هادي في فيسبوك حملات، باش حنا نتشجعوا ونبداو نديروا فحالك. الناس اللي كيقول لك لا تمشي تاخذي الكفوت ديري، واخو انت الكفه خويا الصوام، لا حنا بغينا هاد الشيء هذا، بغينا هاد النوع ديال هاد الشيء. علاش اسما تقضى؟ علاش بناتك في الانستغرام في اليوتيوب كيهضروا عليك؟ علاش تو سامبلومون؟ علاش اسما تقضات؟ علاش اسما بيوتي تقضات؟ بنادم لدرجه كيقول لك غندير عليك شكايه، علاش تقضيتي؟ دير شكايه باليوتيوب كامل، صاني كروات تيد اوني، حيت فريمون هادشي كيجهل البنات. انت كتشوفي راسك كتقاتلي، جا الوقت اللي حنا نتقاتلوا مع بعضياتنا، اولا الوقت اللي حنا نساندوا بعضياتنا ونوضوا نقلبوا كاع اللي تقدر ندير به شكايه. بحال دابا حنا اللي دايرين الحجر الصحي وجالسين مع وليداتنا، على خويا شنو بغيتيني نوكل ولادي الحجر؟ هادي وحده اخرى بيان سو غنتقدى، وانا تقديت ما درتش ستوكات، باكيه السكر، باكيه اتاي، الناس طبقوا ديال الحمله ديال الكس في دارك وما لقاو ما ياكلوا، وراه البشر ندعوا الناس، وادي الحملات هز الكفاف ودخلهم لعباد الله، وادي اخويا دير وصور وصور لينا اخويا، حنا بغينا نشوفوا هذوك الحملات. قال لك علاش اسما تقدى؟ وبنادم كاع لدرجة ولا كيقول خسرات 10000 درهم، وانا ما كملتش 800 درهم التقضيه، والمخيم فيكم اللي كيهضر شد السربيسه هو عند مول الهري كيتقدى. علاش زعما؟ علاش زعما اسماء بيوتي؟ علاش علاش هاد دخمتو ونوضوا عاونوا الناس؟ وعباد الله واش ما كتخافوش من هذا المرض؟ واش انت ما كتقولش دابا اليوم ولا غدا يقدر يقلب؟ فهمتش انا ما كتخافوش من الذنوب؟ الذنوب ديال عباد الله ما كتخافوش منهم؟ واحد قال لك جالسين في ديورنا اجيو نحيدوا اسماء بيوتي، وحده جاوبته قالت لي ما كرهتهاش تبيع الطوموبيل اللي كتعيق بها. دونك اختي هنايا ماشي كتهضري انت على اساس القفه اللي تقديت لولادي، دونك انت كتهضري على موضوع اخر، والانسان يبغي الخير لخوه. نقطه اخرى واللي هي دايره دابا البلباله وكلشي كيهضر عليها، اكثر من 20 يوم باش داز واحد الحوار مع شوف تي في، اكثر من 20 يوم يعني باقي الوباء ما دخلش للمغرب، باقي كنا واخدينو انه وباء مستبعد يعني ما كاينش. بيان سور ان صوني الصحفي، كنا كنهضروا في سياق الصحبه وشنو جاني مور الصحابات وشنو المعمعات اللي دوزت مع الصحابات اللي تصاحبت معاها كتنحرني، جات في السياق. جاوبته بطريقه عفويه وجاوبته وقلت ليه كورونا هي بنادم اللي فيه الحسد، هي بنادم اللي فيه الغيره، هي بنادم اللي كيحفر لخوه المسلم، هي بنادم اللي باغي بنادم يقتلك يذبحك، هي بنادم اللي فيه الغل والخبث، وبنادم اللي انت ليل ونهار كيحفر ليك باغي يطيحك باي طريقه. فانا جاوبته بهذه الطريقه، كان باقي ما كايناش كورونا، باقي ما دخل حتى حاجه للمغرب. ناض بنادم حيد ديك اللقطه وحيد الحوار كامل، الناس اللي ما شايفينش الحوار دخلوا شوفوه، حيد الحوار كامل وخذ ديك اللقطه اللي انا قلت كورونا هي البشر، ناض بنادم بارطاجاها. راه هاد الناس هادو اللي دا
دابا انا كندير حملات تحسيسيه وبنادم كيدير حملات. هاد السيده خصها طير من اليوتيوب. هذا بصح هذا ماشي انسان خبيت، ماشي انسان اللي فيه الحقد والشر وباء، حيت الوباء كيجي من عند الله، اما اللي كيجيك من عند العبد راه ما ليهش الدواء والو، ما كاينش ليه الدواء. والوباء كتعرفوا كاينين الناس كيقولوه ليه، كاين كتسمع به من الغضب ديال البشر والحقد والسم والكره، هذا ما كاينش ليه الدواء. فانا قبل من 20 يوم هادي باش هضرت، بنادم اللي غيشدني من هاد النقطه هادي واللي كيقتلك هو بعض الكونطات اللي انا غنتابعهم، اللي هما كونطات بسميتي مي هما دي فو كونط ماشي ديالي، ونايدين كيكتبوا 5 دراهم، بنادم كيشارجي 5 دراهم. انا عمري هضرت معكم بهذا الاسلوب ياك. انا ديما انا يمكن اكثر يوتيوبرز مغربيه اللي كتقول انا طلعت بالشعب وانا عاوني الشعب، وفي اي انترفيو كنقول كنشكر الناس اللي وصلوني. واللي ما اللي ما فهمتش دراري في اليوتيوب دايرين فيديوهات ومسكرينين يا هذاك الكونت اللي هضر بسميتي وكيعطوني للراس. واه بنادم وقرا قرا اسماء بيوتي شانيل، الا كنت انا دراري في اليوتيوب